الله يرحمه برحمه الله، الله يرحم قاع اللي ماتوا، الله يرحمهم قاع، مش غير وليدي، قاع الله يرحم قاع اللي ماتوا مساكين. وحنا نقولوا شنو نقول لك انا، هذا وليد الجزائر، هذا وليد الجزائر، وراه في تراب الجزائر، ونطلبوا لهم الرحمه قاع اللي ماتوا. وهذه دولتنا، انا كنت تقول لي الدوله تاعنا دوك رواح تخدم معنا، نرفد السلاح ونخدم معاها. هذا مش غير وليدي، مش غير ولادي برك، انا نروح ليها خاص ليا، هذه ما هذه هي بلادنا اللي نموتوا عليها. احنا كاع ثوريين، احنا نكون تعقد في هذه كاع من البول الجد، من اللي نعقل روحي، احنا كاع ثوريين. هو انسان طيب، انسان مخلص، هم يعرفوا كاع الجيران، انسان مخلص وتربى هنايا، ما ربحش العيب الانسان، ولكني كي جا رايح زاهي زاهي من زاهي فرحان، خرج وعاود ولا ليا، طلع ليا وقال لي ان شاء الله كي نولي نديك العمره، قال لي نديك العمره، هذه عمل في رقبتي. ومن بعد رمى لي واحد المكتوب، قال لي ما تسيبكش هكذا بلاك تمشي حوايج مسخين، هذه اللي راه معمنه في رقبتي. وقالها للسيد اللي راح معاه، قال له انا راني مازال لي تفكر غير بنديه غير العمره برك، هذا ما كان.